رجعنا لكم بعد الفاصل. مرحبا بكل من التحق بينا توا يتفرج معنا في الويكاند. ما تخافوش كان فاتتكم حاجه ما عليكم، كان تدخلوا على الباج فيسبوك نتاع التاسعه والا الشين يوتيوب والا تلقاو الرديف زاد كيف كيف على قناه التاسعه. انا وحدي حسيت روحي في البلاتو على خاطر فيديا مشيت بحذا شيفه فتحيه. انا هني هوني بحذا شيفه فتحيه تعلم فيها كيفاش نركض. دا يخطلعت فيها تكنيك صعيبه راهو والله فيها تكنيك. هي تكنيك، انا شدت لها يدها باش ما تحركهاش كل خاطر تولي كلها ترعش. لازم تحرك جوست لو بواني هكا سافا فوالا. لو بواني هو الوحيد اللي يتحرك باش تركض ان موفمون صحيحه، تدور بالموفمون نتاعك فوالا ولي تركض وحده. ما فيش صعيبه، هي من لو كان تخلط حاجه يابسه ولا نوكا ولا حاجه معناها يلزم اوزر لو موفمون ساهل. تعمل هكا تدور 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 باش يدخل فيه الهواء باش يولي مهوي، الكريمه تولي لنا مهويه. هذايا 100 غرام زبده، شطر حكه، حليب دانا، هذايا خلطتو مليح مع بعضه حتى لين يولي كيما الكريمه تشوفوا فيه. انا ذقته شويه الحليب دانا ياسر بنين، تعرف شيفه في وسط الجاتو هذا روعه. وفي الجاتوات الكل دايوغ يعملوا به برشا جاتوات بنين برشا، حطيت فيه جوست باكو سكر فاني وتغزروا حتى بليد كي نركضوه، حاجه سهله وبسيطه ياسر. نحطوا قرصة ملح صغيرة هي خاطرها ايوس الغيوس لوغو معناها تقوي المطعم والنكهة نتاع الخليط نتاعنا. اي حط لي الفارينة بالمغرفة بالمغرفة وانا نخلط بشوية. هذه فارينة وردة سبيسيال جاتو، صب على بعض صب. حطيت فيها جوست هذه 200 غرام فارينة، حطيت عليها شطر باكو خميره نتاع جاتو ساعة ساعة. اي باش نحطها الكل ساعة ساعة، صب لي نصب شوية حليب باش يكون الكل اونكتيو مع بعضه، يبدا مرخرخ الجاتو نتاعي كيما تشوفوا فيه وما يتيحش. سيغتو ما يلزمش يجي جاتو مكبوس باش اللي ركضته ما يتيحش، يلزم يجي جاتو مرخرخ. تصب الكل عايشك فوالا. هذايا جاتو نتاعنا، طريقه سهله وبسيطه يا شيفه. باش نصلك هذايا سون سكر، هذايا ما حطيتلوش سكر بيسكو الحليب فيه سكر ديجا، ما نستحقوش باش نزيدوه السكر. هذاك علاش كمل صب لي الحليب بشويه نكملوه اللي عندنا هذاك 50 ميلي حليب، نكملو نخلطوه ومن بعد نرجعوا مع بعضنا نخليو كلمه شويه لصافي. اي بيه يا شيف فتحيه يعطيك الصحه اللي رجعت لي فيس على خاطر حاتم بولا بيا رجع يحب يروح. عندك ما تصبروا ولا؟ عندي. اوكي مريقل. يعطيك الصحة شي فتحية. دونك كيما نشوفوا قاعدين التحق بينا رستم. كي دي رستم كي دي كي دي كوا؟ سوتيم كومفورتكس. الله الله مرحبا بك رستم. يعيشك مرحبا بكم زاد انتم. الوغ على شوف نحكيو اليوم رستم؟ مازلنا بين امس واليوم معناها نزيدوا نحكيو لمحه، خاطر من البارح اش قلنا احنا امس الصباح اللي على من الجمعه الجايه باش نبداو نهبطوا البرودوي ونبداو نحكيو على البرودوي ونفسروا للساده المشاهدين اش معناها الموس، شنو لا ديفيرونس ما بين الموس لي دونسيتي نتاعهم كل حاجه البزوان. ساعه نسمع فيكم في الريجي المدام اللي كانت بحذاكم عندها وتيل مثل الحيوانات واحد راهي اون ميم طون بخلاف العباد راهو حتى الحيوان يستحق الموس الفرش نتاعو افكتيفمون. فوالا الشركه نعاودوا نذكروا بها 1968 تنشات من اقدم الشركات اللي تصنع في الموس في الجمهوريه التونسيه. راهو نجموا نقولوا زاده في افريقيا كامله اللي شركه سوتيم هي اول شركه اللي تصنع في الموس. اون ميم طون في الموس هذا راهو عندنا برشا دي دونسيتي اللي باش في طول السيزون تاعنا اللي باش نعديهم الكل باش نفسروا للساده المشاهدين ونوريهم شنو الفرق ما بين الدونسيتي هذه والدونسيتي هذه والدونسيتي هذه لواش مجعوله فهمتني، والماتلا هذه شنو لازمها فهمت. اون ميم طون باش نحكيو زاده على كونفورتكس خاطر علاش خاطر سوتيم لا سوسيتي مير اللي احنا في حد ذاتنا رانا نصنعوا في اللي ماتلا روسور، والماتلا روسور معناها شوا كبير كامل ايفيكتيفمون باش نتعداو عليهم الشوا هذوما ونوريو الساده المشاهدين شنو هو الفرق بين الماتلا روسور هذه والماتلا روسور ونوصلوا حتى باش نحكيو في التكنيك اي النومبر دو روسور في الماتلا والبزوان لواش باش نحكيو عندنا سيزون كامله باش نحكيو بالتفاصيل. عندنا سيزون كامله كل حلقه نحكيو على ارتيكل بلا. الحاجه المهمه واللي العباد الكل تستنى فيها اللي هي شنو اللي كادو فوالا اللي احنا المهم. كل 15 جور رانا باش نعملوا كادو الساده المشاهدين باش يدخلوا على الباج كونفورتكس يعملوا جام ويتاجيو ثلاثه من اصحابهم فهمتني
وبعدين نعملوا تيراج وصار قدام الناس الكل، فهمتني؟ واللي باش يربح الكادو نتاعو موجود هذاك. لحظه، نجم نعمل انا؟ تبدا نبدا انا؟ اذا اعطتك القرعه ولا صفاء، اذا اعطتك القرعه خاطر كل شيء راهو ظاهر. الشفافيه احنا رانا شفافيه، كل شيء توا عندنا عامين في الويكاند، كل شيء قدام الساده المشاهدين. تطلع الورقة نقرأ الاسم. يكتبوا عمدوا تليفوناتكم وعمروا وقيدوا تاجيو أصحابكم باش فيسبوك كونفورتكس دونك اللي هي باش أوفيسيال. سي نورمال. باش تلقاو الاكستريم تاعنا هذايا موجود، تبارتاجيوه وتاجيو ثلاثة من مرة باش نصور أنا وياك، مرة أنا وفادية على البرودوي نتاعنا ونهبطوها في الباج نتاعنا وهما يتاجيو. أي هي الياسر. هذيك الجو نتاعنا كيفاش باش تصير؟ باش زاد السادة المشاهدين يبداو عايشين معانا سبت وحد في الويكاند. برشا عباد يسالوني يقولوا لي عندهم دي بروبليم كو سوا في السيرفيكال في الكولون فيرتيبرال في ليزيبول موجوده. جوستومون شنو هو حسب الحاجات اللي كاركتيرستيك نتاع المتله اللي تنصحهم بها خاطر تعاون برشا باش يرقدوا مليح. ايفيكتيفمون فما نومبر دو روسور في المتله، فما لا دونتيتي دو موس في المتله، فما ليبيسور دو موس اللي موجوده ديما نحكيو اون تيرم روسور في المتلا روسور، فما الوات، فما الكل، فما طب مثلا عندنا في الجام جام رويال سوسون دي روسور فير، والا عندنا فما الجام برستيج لي روسور اون ساشي. وما ننساوش المخادد زاد روستون سي نورمال، هذاك توت اون جام كامله معناها اللي متخلق برقبته اون ميم طون. انتم في السبور تستحقوا دي تابي. فما هذاك موس، نوعيه نتاع موس باش وقت واحد يطيح على الموس هذاك مش كيما يطيح في داره وياخذ الفورم نتاع البدن. ايفيكتيفمون حتى الصغيرات خموا فيهم زاد مشكورين كونفورتكس، عندهم زاد اون لارج جام ولارج شوا نتاع الصغار. الصغيرات حتى لي بيبي عندنا الماتلا البيبي اللي باش نربحوها زاد في نهار من نهارات راهو الي نورم المتلى البيبي راهو ما نشوفوش وقت الساده المشاهدين يلقى المتلى خشيده ياسر يقول لا هذيك لا راهو متلى بيبي راهي تبدا صغيره باش البيبي بعد بريسك سبع شهور ثمانيه شهور عام باش يولي يعمل هكا في الفرش. صحيح. تبدا هي تبدا اورتو والتيسيو نتاعها امورها مريقله 5 5 اونتي اكاريا اونتي بكتيريا راهي في بقعه ما تشدوا عام المتلى في الفرش نتاعو ولا تشدوا حتى ثلاث سنين. واضح. وهذا الكل باش نحكيو عليه في السيزون تاعنا. كامل تعقل لي سبورتيف ولا ماكش سبورتيف؟ سي نورمال. خلينا نعيط لصاحبتي سبورتيف زاد انا فاديه ما تطولش القاعده بحذا فتحي جا بحذايا. تعرف انا نحب القاعده انا بحذا فتحي. نحكي مع سليم في موضوع يهمك برشا. يهمني على الاخر. اي جا تفضل بحذايا. انا فاديه كملت خيط خلطت لي الجاتو. إذا كانت لعبه راهي فادية خلطته، إذا كانت لعب متوسط راهي فادية خلطته، معناها في الحالة الكل فادية هي اللي خلطته. فادية هكا ولا هكا راكش هكا ولا هكا هي خلطت الجاتو. أنا هوني عندي بوفري ومون ديفيلي، الرش لوجهه، نذكركم بالمقادير نتاعو اللي هو 100 غرام زبدة ركضتهم مع شطر حكا حليب نادا دولي كونسونتخي، وحطيت عليهم فارينا 200 غرام سبيسيال جاتو ورده، شطر باكو خميره بتاع جاتو، باكو سكر فاني، هذايا الكل ركضتهم مليح مليح وحطيتهم في المول بتاعي مدهون بشويه زبده، يدخل الكوشه سخانتها 170 يقعد 40 دقيقه يطيب، ومن بعد نخليه يرتاح ويبرد ونفرغوه وتشوفوا النتيجه. قلت لكم اذا كانت طلع هاي البرشه راهي فاديه، اذا كانت طلع متوسط راهي فاديه كمان. يعطيك الصحة الشيف فتحية، ميرسي بوكو. ورانا جويعة ماذا بيك تنزل بروحك لو ماكسيموم بوسيبل يا شيف. أنا باش نولي صعيبة معاك برشا برشا، ساتو حاسبين اليوم. فادية هاي فرح لي بسليم. عسلامة سي سليم. مرحبا مرحبا بيك. أنا ما نعرفش شنو معناها كوتش ديجا معناها، ولي فوا اللي أنا جبت فيهم كوتش بيرسونيل كانت الاكسبيريونس الحقيقه مش باهيه برشا، مش منه هو راهو مني انا خاطرني كركره على الاخر. دونك انت كان تبدينا شنو هو لو كوتشينغ بيرسونيل معناها بيرسونيل، علاش احنا نمشيو للكوتش بيرسونيل؟ اوكي قبل ما نمشيو قبل ما نجاوبوا على الكيستيون هذه لازم نفهموا واش معناتها سبور، والسبور شنو يعمل في حياتنا. الوغ السبور حاجه مهمه برشا في حياتنا، وبسبور فما الاكيليبر هرمونال يصير في بدننا، فما البدن يعمل افرازات كيف نتحركوا نعملوا افور فيزيك ونعرقوا، دونك الخلايا الميته في البدن تخرج ما تقعدش وقت اكثر، دونك لونتروتيان اون جينيرال في البدن تكون ديما على بار وديما فما ميزاجور. فما برشا عباد يعملوا سبور
مي يحبوا يتبعوا من جوجل، يحبوا يشوفوا اليوتيوب، يحبوا يشوفوا اصحابهم كيفاش يخدموا. مي لهنا نوليو نحنا ندخلوا في الريسك نتاع انو تصير دي بليسيور كو سوسوا ارتيكولير ولا مسكولير. سا ديبون البروغرام اللي يخدم به باش يوصلوا الريزولتا اللي حاجته بها ولا. دونك لهنا يتخلق عندنا البزوان نتاع الكوتش اللي هو يعطينا بروغرام اللي هو لو كوتشينغ وسويفي هذا يجي حسب امور علميه دو بريفيرونس يكون علميه والريزولتا اون جينيرال ما تجي كان امور علميه. بريف دونك اول بارتي فما دي كيستيون يسالهم الكوتش لي زاديرون. دونك لازم تو يعرف شنو عنده غريس، قداش عنده ميوسكل، قداش عنده منكوش من الغريس فيسيرال، ليدراتاسيون اسكو يشرب ماء مليح ولا، اسكو عنده دي مالادي، دي بروبليم، اسكو عنده مونك نتاع فير ولا مانيوزيوم. اسكو عامل دي بروتيز، وي دي انجكسيون، دكتور. جوستومون، جوستومون على خاطر فما دي كونسيبت في السبور يبداو العباد اللي عاملين استيتيك اون جينيرال يبدا انتردي عليهم. Voilà, par exemple, l'électrostimulation, par exemple, qui est le ciblage de la programmation, il y a des parties où on a fait des électrodes, alors que ce n'est pas bien le corps en général. Donc, il y a une base de la programmation scientifique. Nous avons trois types. فما العباد اللي تحب تنقص الغريس، فما العباد اللي تقول لك انا نحب نقعد كيما انا جوست على البليزير بور غاردي لا فورم. اي وفما عباد تحب تعمل بريز دو ماس، مي البريز دو ماس اون جينيرال يكون مسكولير. وي باهي القاعده العامه يقول لك انا كي نحب نقص الغريس متي نقص على الماكله جمله. اون جينيرال العباد اللي يقول لك نحب نعمل بريز دو ماس لازمتني ناكل برشا بروتين. وهي اصعب ظهالي البريز دو ماس، اصعب ياسر من انك تحرق وانك تضعف. هو خاطر ياخذ وقت الميوسكل باش يعمل هكا باش ياخذ ماس جديده. اوكي هو نحن عندنا كاتاستيوس دو باز اللي هما ليدغاتاسيون الماكله نوتريسيون اون جينيرال. عندنا لي بروغرام حسب لي بوزوان نتاع لاديرون اي اون ميم طون نوم، خاطر برشا عباد تلقاها تاكل مليح تعمل فيها افور فيزيك مي ما ترقدش كوم يلفو. باغ كونتخ الريكوبيراسيون هي مهمه برشا باش يصير فيها البريز دو ماس وكوم ميم معناتها الريزولتا كو سوسوا باش تحرق ولا باش تعمل بريز دو ماس. تو ديبون انت والكوتش، ساعات يجي كوتش يا سليم يا كوتشي يكرهك في الكوتشينغ، يبدا كبس عليك، إل تو ستريس، يبدا يسهر هكا ريجيد معاك، صعيب معاك، واكثر واحد ظهر لي متحمس للفكره حاتم بولابيار. ليه؟ مركز. والله السؤال فماش حاجه ترانسفير واحد يحب ينقص ماس مسكولير وعاد يزيد فور الي فيت. هو اون جينيرال العباد ثم دي كيستيون تسالهم وتقول اسكو انا نقص الغريس من بعد نزيد في الماس مسكولير والا نزيد في الماس مسكولير بويسك عندي انا كونتيتي باهيه من الغريس من بعد نشيح بدني والا نخدمهم لي دو. ده سو كي سيغ اللي اول ايتاب هي بريباراسيون فيزيك مهمه على الاخر. préparation physique باش تخلي ترجع لي زارتيكولاسيون نتاعك سوبل، تقوي تي كاباسيتي ما ننساوش هذا الكارديو كارديو الفريكونس كاردياك الريسبيراسيون نتاعك كيفاش تنجم تتنفس بالصحيح لازم سي با كيف كيف مش كيما اول انت اول بيريود مش كيما بعد بيريود كبير. نتخيل انا عندي بار فيه 10 كيلو اوكي دونك فما ستريس باش يولي عندنا موجود في الميوسكل نقولوا الميوسكل نقولوا دي فيبر ميوسكولير. دونك بالستيمولاسيون هذيك برشا عباد يقول لك كورون، هو ماهوش كورون، هما ديزيلكترود يعملوا ستريس دو بلوس على الميوسكل. دونك انت اون ديغي سور 10 تعمل افور 4 سور 10 مي الريزولتا اللي يقراها الميوسكل تكون اكثر. دونك هذاك علاش ننصح بها برشا العباد اللي ما عندهمش وقت اللي يحبوا فيت في ياخذوا ريزولتا باهيه في دونيتهم. يحبوا يخدموا لي زابدو سيغتو. لي زابدو اكثر اسئله تجيني على لي زابدو. اسالوا حاتم بولابيار على زابدو. لي ما شوكولا شو فما شوكولا فما شوكولا تابليت شوكولا شنو الحكايه تابليت شوكولا ما عمل الشوكولاته مش تابليت شوكولا مش ميك لا اللي بون لا افكتيفمون معنا يبدا منظر كي تابليت شوكولا تصور تصوير. نحن ديجا كنا نلاحظوش العباد الضعاف اون جينيرال ضعاف على الاخر بدنهم في برشا ديزاين سورتو البارتي ابدومينال. علاش؟ خاطر عندنا كوش نتاع غريس تحت الجلده. دونك الكوش هذيك كي تبدا جويده على الاخر دونك اوتوماتيكمون تبدا عندنا جلده وميوسكل. صحيح. دونك لهنا يولي الديزاين موجود اكثر. باهي نحن كي ناخذوا سبورتيف وقعد بيريود ما عملش سبور
لو فيت يعمل بروغرام باش يشيح في بدنه بون بيان سور يعمل لو مينيموم لو مينيموم باش يقعد اون فورم دونك لو فيت هو نقص في الغريس ديزاين نتاع بدنه باش يكون خير باغ كونتر الفوليوم والماس موسكولير ينجم يجينا وقت اللي تكون ميك تغذيه منظمه والنوم والميثود نتاع سبور. انا نعرف اللي لا فام بعد لو غروسيس ديما عندها مشكله في البارتي هذيك نتاع الكرش والبارتي نتاع الجناب وشويه ليونش. نورمالمون باية تقول لنا معناها ليكسبيريونس نتاعها هي بارابور ا سا. ايفيكتيمون انا داو سافي 6 mois 6 mois que j'ai eu un petit bébé. دونك كرشي اوتوماتيكمون كنت هكا بديت تاخذ بقعتها. دونك لي بون سي اون بارل دو ريلاشمون كوتاني معناها جلده تحلت انت تراجع جلده تحلت بريف سي نورمال اذا كان زاد الغريس في بدنك دونك البو كيما الاليستيك دونك كي تقعد بيريود كبيره فيها غريس باش يصير لها ريلاشمون دونك الريلاشمون هذاك كيفاش نجمو نحنا نصلحوه؟ فما شكون في عادات وتقاليد نتاعنا يقول لك اعمل دي زيت ولا اعمل شد كرشك انت باش ما تغلفها بحكايات، دونك هذا في العادات والتقاليد، مي ريالمون سيانتيفيكمون لو فيت تنقص البورسونتاج نتاع الغريس في بدنك راهي الجلده باش ترجع كيما كانت مي مش 100% للايتاب اللي انت كنت فيها. دونك اللي تاع اللي انت كنت فيها سا ديبون اذا كان انت سبورتيف ولا خاطر الكاليتي نتاع البو مش كيما عند انسان سبورتيف مش كيما عند انسان عادي ما يعملش برشا سبور ميم سي في الكاليتي دونك على قد ما تكون سبورتيف هذاك علاش نحن نلاحظوا انه برشا عباد يبداو على جد 40 طون واكثر كي تشوف بدوناتهم وتشوف البروفيل نتاعهم تقول شبيهم يقعدوا ديما صغار خاطر قالتني ديما نقعد انا ديما صغيره ما يتبدل انت كومي شي بحال الشيف فتحيه خليني نعاونها شويه كملوا حواركم تنرجعوا لكم برشا عباد يصير لهم بلوكاج مع الكوتش انت كما قلت لنا نحضروا لي كونديسيون فيزيك وكل اما فما زيدك الفولي بسيكولوجيك فما دي كوتش راهو تلمون يكبسوا على اللي يرينيو فيهم وكل لين يصير لهم بلوكاج هذه البريباراسيون انت كيفاش تعملها؟ الوغ اول حاجه باللي باش تقرا وتتعلم ديما ليكسبيريونس تقعد نيميرو 1 باش انك تولي عندك دي زانفورماسيون باش تعرف كيفاش تتصرف وتتعامل مع العباد اللي محيطين بك سيرتو مع لي زاديرون انا باغ اكزومبل سالتي با مال دو فوا نمشي نراني مي نلقى العبد مش في فورما بلي نعمل ميزيفور باش نخلي في فورما لا دونك نولي نقعد نحكي معاه شنو المشكله شنو البروبليم شنو اللي بيك علاش متقلق شنو وليت مبدل خاطر هما اون جينيرال كي يجيو من ستريس العباد بصفه عامه كي يجيو من ستريس ما يعرفوش السورس نتاع ستريس هذا منين دونك كي تحكي معاه تحاول تفهمه خاطر انت كوميم عندك اكسبيريونس مع عباد تقابل في برشا عباد شاك جور دونك تنجم تعطي دي زاستيوس تفدلك معاه تحكي معاه تقول له اعمل ليفور هذايا تحرك لهنا لو فيت يكون قاعد هو نهار كامل سيرتو جماعه البيروات يبداو نهار كامل قدام بي سي دونك البورسونتاج نتاع الاكسجين في بدنهم طايحه على الاخر ليفور فيزيك ينشط الدوره الدمويه يزيد في البورسونتاج نتاع الاكسجين يتغذى المخ وتتغذى حتى الريسبيراسيون نتاعك تولي خير كيف السورس نتاع الستريس هو الكوتش يديك في المصلحة كومي يزم نشوفوا سفيرة هيك بشيت قعدت ونسيت الكوتشينج ونسيت السفارة أنا جيت بحدة شافة تحية على خاطرها بالحق مرأة سبورتيفة على الأخر تبارك الله عليك شيف السر نتاعها تعمل سبور نعم مارش بالحق وي نحب المارش نمشي برشا سورتو كي صباح بكري نقوم نعمل المارش نتاعي ساعة ساعة ونص ساعات نمشي حتى بالسوايع برشا كي نلقاو نمشي نسرح نمشي حتى بالنص نهار ما شاء الله شي فتحية رغم بالحق ما نحبش ناخذك بالنفس يعني ناخذك بالعين رغم شي فتحية يعني تاخذ دواء ولا تقول مريضة والله سيدي لا ما نمشيش للدواء بسهولة دابا تمشيش تمر تقول صافي فتحية من بعد لا لا نشكرك هيا وين وصلنا اخطانا منهم اخطانا منهم الوغ انا هوني عندي شكون كلالي شطار عظمة الفارق باهي عندي هوني العظم باش نجي نمرسو كيما ترى العظم تاعي مزرعه نجي نمرسو هكايا كيما معناها نعملو كيما لوف ميموزا لوف ميموزا نجي ونهبطوهم بالغربال ولا بالمصفى ولا كيما تحب انت يبداو طايبين ننزلو عليهم مليح مليح نفترشوهم المهم نحط عليهم بعد مغرفه هريسه سيكام واحنا علاش نحط مغرفه تهريسه سيكام هي اللي باش تعطينا سيكام المفحفحه المفلفله المفلفله صحيت هذيك اللي باش تعطينا النكهه نتاع الخلطه هذه تشوفوها مسهلها وقديش بسيطه ومعناها ماهيش مكلفه سورتو انا اللي عجبني في هريسه سيكام الشيف فتحيه انها سون كولورون اول حاجه سون كونسيرفاتور ثاني حاجه مفوحة. لا تراسابيليتي ثالث حاجه اش باش نقولوا اش باش نخلي مش مفوحه وبنينه وحاره وموزوزه
انا ديجا اللي في العاده ما نحبش الحار وقت نعملها الخلطه هذه نحبها برشا برشا نولي ناكل الحار. انا بيدي انا نحب الحار الحقيقه بتاع ربي ما نكذبش ونحب الحار وزدت حبيته اكثر بالهريسه بتاع سيكام فيها الطيب الحاجه هكا مفوحه مفوحه هذاك السر هذاك السر هما في الفلفاح سر المهنه غادي سر المهنه غادي نجي هوني نحط شويه هريسه سيكام زيت شويه زعما حر لك به ومن بعد ناخذ طن البدر زيت زيتونه ونجي هذايا اللي بالرند الجبلي هذايا بالرند الجبلي فما حاجه بالك انا فوح به سلايد شيف فتحيه نزيدك معلومه اخرى صفاء انا ناخذ شويه من الزيت نتاعو والبقيه خاطر زيت زيتونه هذا منين على الاخر الحاجه الخاصيه اللي في طن البدر كونه يعبيوه يعلبوه معناها باليد مش يعلبوه ماكينات معناها كان فما اي حاجه في الطن شوفوا الفصوص يعني خلينا نوريهم الفصوص شوف فيه كيفاش فتحية. كامل معناها طنها ونحلو قدام الناس الكل اونتي يعني يقولوا اونتي راه ماناش نتفادلك كل اونتي من الفوق ومن لوطا اغزل الحكه كلها اونتي طن اونتي ما فيهاش فتفات ما فيهاش كراكروك اللي ما نعرفوهش شكون وما فيهاش الشوك هذاك علاش لا لا باش نحطها الحكه دفاسون الخلطه نتاعي لازم نحط لها الحكه الكل هذه الخلطه اللي نقدها انا ونحبها حتى وهي محرحره نخلطوها هكاي هذوما نعملوا بهم دي توست نعملوا بهم دي ميني باركيت ما غير لا يدخلوكوش على حتى شيء حاجه شفت حي انا الطاجين نعملوا بالطن بالطن بنين بصراحه بالطن سلايت نخل نحي الزيت زيتونه وحده اللي في الطن ونخلط به سلايت نفوح به سلطه خضر هو ديجا مفوح هو مفوح بالرند الجبلي والملح نتاعو اكيليبغ اي الوغ ابار لا جام الموجه عاد هذيك الناس اللي تعمل في الريجيم وتاكل هيلثي فيها الناتور بالماء وفيها اللي بالزيت زيتونه وفيها الزيت اللي بالزيت النباتي معناها. نعاونكش في حاجه انا تو شفت حي؟ ولا تعاون فيا بالماكله صافي. الوغ كي تعاوني بالذواقه ديجا حاجه كبيره راهو لين. مو ما تسمعش الجماعه الاخرين كوتش لهنا ما تحشمنيش قدامه. لا 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 نعرف ما نحشمكش خاطر نهار كامل ما تاكل شيء من الصباح جايه هوني على ريقك ميسج. عامله عليك يا شفت حي. هاني حذرت. هذه حتى في فطور نعمل قهوه انا شوف انا شفت حي نعمل قهوه نهار تجي الدورناج ونخلي الكريشه فارغه خاطر محضره روحي للشيف فتحي ولتمخمخ معاه نقول لك حاجه فما عباد الصباح ما تحبش تاكل حلو تاكل مالح وهذه من الخلطات المالحه البنينه تاع الصباح يعملوها فوق تختين صغيره نودكم وما نشهيكم يعطيك الصحه الشيف فتحي نرجعوا من بعد نرجعوا من بعد خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع داند المزرعة بنة الحم هبرة من غير شحم اليوم برومو قبيل مع OMS باتري فيها 38 بيس جراني ما يلسقش وما يتخبش ب 899 دينار وتنجم تخلص على 6 شهور باش تعدي كوموند اتصلوا بنا على 70 212 300 توصيل مجاني OMS كوزيني اوترمون طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا غمزة وضحكة ودبارة على عزاز علينا يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا يلي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا وردة سرنا المحبة
الدليل مازال باتري نوكس كوليكسيون 32 بيس او ام اس ب 599 دينار وتنجم تخلص على 6 شهور باش تعدي كوموند اتصلوا بنا على 70 212 300 توصيل مجاني ام اس كوزيني اوترمون تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر أحسن دجاجة دجاجة المزرعة متفهمين البروموات مع او ام اس ما توفاش او ام اس كوليكسيون 4 بيس ب 249 دينار كهو وتنجم تخلص على 6 شهور باش تعدي كوموند اتصلوا بنا على 70 212 300 توصيل مجاني او ام اس كوزيني اوترمون